اسمك ايه؟ حورة حسينة المزروعي. منين؟ من السعودية، مكة المكرمة. الله على مكة المكرمة وإنتاج مكة المكرمة. جاي مع مين؟ مع بابا وماما. عندك كم سنة؟ سنة خامس. لا ست. سنة كم؟ روضة. لما تكبري عاوزة تشغلي ايه؟ زيك. ليه؟ عشان الدكتور يفتحون الباب للدكتور، يفتحونه عشان يفتحوا الباب للدكتور. ايوه. يسووا ايه لما يفتحوا الباب؟ يساعد الناس. يساعد الناس. وانت حابه تساعد الناس؟ ايوه. انت بتتفرج على ايه؟ على يوتيوب، واتفرج على الالعاب حقتي. انت احلى دكتور والله العظيم. والله. ليه بقى؟ عشانك تعالج امي، وامي قاعده تستنى خامس زي كده. خمس سنين. ايوه تستنى زي كده. يعني انا احسن دكتور عشان بعالج امك بس؟ وكل الناس تعالجهم، وانت وانت احلى دكتور في العالم. ايه الكلام الحلو ده؟ حد قال لك تقولي الكلام ده؟ لا. انت بتعرفي تقوليه لوحدك؟ ايوه. طب انت النهارده لو مامي ان شاء الله جابت ولد هتسميه ايه؟ انا ابغى اجيب لامي 10. 10؟ 5. 5. 5 ولا 10؟ 10. عشان نعمل حسابنا، 5 ولا 10؟ 10. 10. هتسميهم ايه بقى؟ يلا اديهم معايا. ورده. ورده. فرح. سطام. وسحبولي. وسحبولي؟ ايه يا بنت، سحبولي. ايه سحبولي ده؟ سحاب يعني. ايوه. وايه تاني؟ وسميه هذا ولد دكتور سيد. يلا مجامله. يلا دكتور سيد. هذه 5، دحين 10. محمد. حمود. معار. ايه؟ معار. دعاء. خلاص. وخالد. اخر واحد بقى. عمار. كفايه كده، كده 10. قولي لي بقى، ما عندكيش اسئله عاوزه تساليها لي؟ اعملي نفسك مذيعه النهارده يا دكتور. ايوه. انت علشت امي وزودت لها كل حاجه، وانت احلى دكتور في العالم، احلى من الدكتورات ذولي. اشوف لك ايه؟ والله انت فاجئتيني وفرحتيني وسعدت قلبي والله، عشان التلقائيه دي. هتخليكي معانا بقى؟ لا. ها تروحي معاهم؟ لا اروح معاكم. اشوفك على خير. ايوه. وان شاء الله مامي تجيب العشرة ونقعد نعدهم. أيوة. مع بعض. يلا. يلا يلا قولوا لهم باي باي. باي.